نار كندخلها مباشره بقره. الكاس الاخر كذلك. لا هذه كتسمح زعما جافه ومتزحلقه، داكشي درتو له في الاول بالدلاك نخدمو له بالكاس. نخدمو له بالكاس. كنضرب هنا كنضرب هنا نضربو بالريح. ها 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 بركه عليك بركه عليك. شويه كنجي لهنا تنجي هنا تنجي لهنا كنجي هنا كنجي ميمنه وميسره وبالشفاء ان شاء الله سبحانه عز وجل. اذا فهمتوا كي داير من اسفل الاعلى وكنلعبوا على الفقرات. هاد الفقرات هما اللي تلعبوا عليهم مزيان. ها ها بالتالي شنو كندير؟ تنحيد الكاس تنطلب الاخ ديالنا الشفاء وتنقول له اجلس اجلس اجلس. عندي الدور عندي لهنا اجلس بشويه غير شويه عليك. سرح راسك مزيان. بسم الله نسو التطبيق فقرات الشفاء ان شاء الله بقى لك الفصل. طيب شي قاصح خويا شي اصبر شويه غادي نجيبو داك يعمر عطيك بالماء غير جيب قرايه. بسم الله مليح. طيب بسم الله واش الصحراء باش نحرى والله ما عندي منزل وانا نحرى بجلال ان شاء الله. العرق حوا في برين. بسم الله وصلت لي وصلت لي النوبه. وصلت لي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حط رجليك سمع فك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دونك حنا دابا درنا حجامه تطبيقيه مجربه باذن الله سبحانه عز وجل. العرق نسى. إذا درنا الحجامة التطبيقية تيخصنا الأكل. نرجعوا للحبيب كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري ومسلم قال شفاء عرق النساء في آلية شاة أعرابية تجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب على الريق فهي شفاء. الآلية الأعرابية شنو هي؟ هي المؤخرة أو الضبور ديال الشاة اللي كتكون أعرابية. هنا تكلم أبو بكر الرازي بحوي ديالو قال بأن شرط أن تكون كترعى القيصوم أم الشيح. إذا غادي نتحرى البلاصة اللي كيكون فيها الشيح ونجيب ديك الشاة ديالها ونجيب الديالة ديالها وندوب الشحمة ديالها تدال ونجزأ ثلاث أيام وتشرب على الريق بإذن الله تجيب الله الشفاء من هذا الداء الوباء الخطير بإذن الله سبحانه عز وجل. وبالشفاء الأخ ديالنا ونخليه وقف هذاك شوية كنخليه وقف وكيتغطى مزيان على القدم ديالو على الكاحل. هو الماء الساخن تيكون ما سخون دابا ما تنسى ما سخون هو الماء الساخن والملح. دابا درتي له غير البارد حتى درت له وجهه طبعا لكن وهيئاته كما درت له الماء السخون. خمسه خمسه درجه خمسه خمسه داكشي باش ما خرجش الدم بزاف حيت ما كاينش الماء السخون. لا 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 على حسب النوع ديال السيتي كي داير. هو
باش حتى تمشي ان شاء الله داك الكود يخرج وتيجيب الله الشفاء العاجل باذن الله سبحانه وتعالى. وهنايا اللي عندي شي سؤال اخر مرحبا. الله يجزيك خير.